بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات السنة السادسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 85. كنا قد توقفنا عند التمرين رقم 5. عندنا هنا أقدر وأقارن طول الخط الأحمر وطول الخط الأخضر، ثم أتحقق بحساب طول كل منهما. إذن طبعا الحال كما تلاحظوا بأن عدنا أولا على اليمين عدنا نصف دائرة. طبعا الحال هذه الدائرة ككل القطر دياله هو 6 أمتار. ثم أننا خضينا هذا القطر ديال هذه الدائرة اللي هو 6 أمتار وقسمناه على جوج ديال المرات، يعني أننا قسمناه على 2، ثم أننا أخذنا كل جزء من هذه الجزئين وجعلنا منه قطرا لدائرة أصغر. إذن كما تنشوفوا عندنا القطر ديال الدائرة الكبرى اللي باللون الأحمر هذا 6 أمتار، طبعا الحال قسمناه على 2 ولا 3 أمتار، ولو عندنا جوج دوائر صغار. إذن طبعا الحال 6 أمتار بدل أنه يكون قطر لدائرة كبيرة أصبح عبارة عن قطرين لدائرتين صغيرتين. إذن عندنا نصف دائرة بقطر 6 أمتار، ثم عندنا نصفي دائرة لقطرين ب3 أمتار. من الوهلة الأولى تبان لنا بحالة بأن هذا الخط الأحمر اللي هو نصف دائرة بالحقيقة تبان وكأنه أطول من الخط الأخضر اللي هما نصفي دائرتين صغيرتين، في حين أن الحقيقة هي أن الخط الأحمر تساوي الخط الأخضر. إذن طبعا الحال باش نحصلوا على المحيط ككل تنديروا 2 أه و بي دي فو بي. إذا عندنا هنا الدي اللي هو 6 أمتار، طبعا الحال غنضربوها في بي، غنضربوها 3.14، إذا شحال غتعطينا؟ إذا غتعطينا 18.84 سنتيمتر. إذا هذا الطول ديال المحيط ديال هاد الدائرة. طبعا الحال غنقسموه على 2 باش نلقاو فقط نصف الدائرة اللي عندنا هنا، إذا غنحصلو على 9.42. دابا غننتقلو، إذا غننتقلو لنصفي دائرة الصغيرتين للقطر ديال كل واحدة منهما 3 أمتار. إذا المحيط ديال كل دائرة بطبيعة الحال هو 9.42، هذا المحيط الكلي ديال الدائرة. بطبيعة الحال غنقسمو على 2 باش نلقاو طول ديال نصف المحيط ديال الدائرة. إذا بطبيعة الحال غنحصلو على 4.71، ثم بطبيعة الحال غنضربو في 2 باش نلقاو النصف الآخر، وبالتالي غنلقاو 9.42. إذا وبالتالي فهو نفس القياس ديال الخط الأحمر. إذا هاد الخطين الصغيرين إن صح التعبير هادو بجوج طبيعة الحال في الطول ديالهم تساوي الطول ديال هاد الخط الأحمر. إذا انطلاقا من هاد الاستنتاج غنقارنو، عندنا الشكل الأول كما تلاحظو مكون من واحد نصف دائرة كبير طبيعة الحال القطر ديالها 10 أمتار، وشدينا هذا القطر وقسمناه على 2 كما فعلنا الآن. هذا القطر قسمناه على 2، إذا أصبح كل نصف دائرة بطبيعة الحال القطر ديالو هو 5 أمتار. إذا بطبيعة الحال هذا الشكل الأول. إذا كاستنتاج إضافي هنا تتبين لنا بأن من خلال بطبيعة الحال ما رأينا بأن هاد محيطي نصف الدوائر بطبيعة الحال هنا تتبين لنا بأن الطول ديال هاد نصف دائرتين صغيرتين هو تساوي الطول ديال هاد نصف دائرة الكبير. ثم غننتقلو للشكل الثاني. الشكل الثاني أننا خضينا هاد نصف دائرة الصغير طبعا الحال قسمناه هو نفسه على 2، إذا بحال شدينا ديك 5 أمتار وقسمناه على 2 ولا عندنا جوج الأنصاف الدوائر للأقطار ديالها هو 2.5. إذا بطبيعة الحال أنا غنقارنو بين المحيط الأول والمحيط الثاني ككل. إذا واضح بأن الطول ديال هاد الأنصاف الدوائر الإضافية الجديدة، إذا بطبيعة الحال واضح بأن الطول ديالها تساوي نفس الطول ديال هاد نصف دائرة السابق، وبالتالي البقية ديال الشكل هي نفسها ديال الشكل الأول. إذا هنا تتبين لنا بأن المحيط ديال الشكل الأول تساوي المحيط ديال الشكل الثاني، ومنه فإن طول محيط الشكل الأول تساوي نفس طول محيط الشكل الثاني.
دابا غنمشيو للانشطه الدامه التقويه وحسب مساحه الشكل الملون. كما تلاحظوا عندنا واحد الشكل باللون الازرق. اذا باش نحسبوا المساحه ديالو شنو خاصنا؟ خاصنا اولا نحسبوا المساحه ديال نصف القرص اللي القطر ديالها ابي، هذا الاول. ثانيا علينا ان نحسب مساحه المثلث ابي سي. اذا الى حسبنا هاد الجوج وجمعناهم مع بعضياتهم غنلقاو المساحه ديال الشكل. اذا طبيعه الحال شنو عاطينا؟ عاطينا ابي تساوي 12 سنتيمتر. شنو المقصود بهاد ابي؟ اولا من جهه غتخدم لينا كقطر ديال الدائره. اذا طبيعه الحال باش نحسبوا هاد نصف القرص هذا، اذا غنديروا ار فار فبي. ار طبيعه الحال هنا عندنا ابي اللي هو القطر هو 12 سنتيمتر. اذا ار هنا شنو هو؟ اذا ار هنا هو 6 سنتيمترات. باش نلقاو المساحه ديال القرص ككل غنديروا 6 في 6 3.14. اذا غنطبقوا ار فار 3.14. اذا 6 في 6 هي 36، غنضربوها في 3.14 غتعطينا 113.04. هذا المساحة ديال القرص ككل. حنا ما عندناش المساحة ديال القرص ككل، عندنا في هاد الشكل فقط نصف القرص. إذا غنقسمو هاد العدد على 2، غتعطينا 56.52. إذا هذا من جهة، هذا النصف ديال القرص. دابا غننتقلو للمثلث. غننتقلو للمثلث، هاد أبي اللي تكلمنا عليها قبل قليل، قلنا بأنها تتمثل بالنسبة للقرص تتمثل القطر اللي هو أبي، هي نفسها تتمثل الوتر بالنسبة للمثلث أبي سي. إذا بطبيعة الحال فقط غير بالنظرة باش نحسبوا المساحة ديال المثلث تنزيدو نكملوا واحد الشكل من عندنا باش يسهل علينا الحساب. تنزيدو نكملوا واحد الشكل من عندنا باش يسهل علينا الحساب. غيولي عندنا مستطيل اللي الطول ديالو أبي والعرض ديالو سي اش. هاد سي اش اللي كاينه كارتفاع ديال هاد المثلث ممكن اننا ناخذوها كعرض ديال واحد المستطيل جديد في الحقيقه بحال مخفي. اذا حنا غنوضحوه، حنا غنبينوه باش نحسبوا به فقط المساحه ديال المثلث ونحيدوه. اذا اش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا ابي في السي اش وغنقسموها على 2. علاش؟ لانه هنا عندنا كما تلاحظوا عندنا مثلثين متساويين بطبيعه الحال من خلال الشكل الجديد ديال المستطيل، ثم عندنا مثلثين صغيرين انهما حتى هما متساويين. اذا طبيعه الحال غنحسبوا هاد المساحه ونحيدوا هاد المثلثين اللي ضفناهم من خلال هاد المستطيل. اذا شنو غيولي عندنا؟ غتولي عندنا المساحه ديال المثلث هي ابي مضروبه، طبيعه الحال نتكلموا على المسافه، ابي المسافه ابي مضروبه في المسافه سي اش مقسومه على 2. إذا شنو؟ غتولي عندنا 12 سنتيمتر مضروبة في 5.3، هادي غتعطينا المساحة ككل ديال المستطيل الجديد، ثم غنقسمو على 2 باش نلقاو فقط المثلث اللي عندنا، اللي عندنا بالغلط في الحقيقة اللي هو تنتمي للشكل. إذا غتولي عندنا 31.8. إذا هذه مساحة المثلث. غنضيفو المساحة اللي لقينا قبل ديال نصف القرص اللي هي 56.52. إذا غنضيفوها لنصف القرص اللي كنا لقينا اللي هي 56.52. إذا غتولي عندنا 880.32. إذا هذه هي مساحة الشكل ككل. ثم غننتقلوا للتمرين الثاني وتابعوا ملء الجدول. القياسات معبر عنها بالسنتيمتر، وأنا آخذ 3.14 تقريبا لبي، 3.14 تقريبية، لأن في الأصل الرقم هو 22.7. يعني لو قسمنا 22.7 غنلقاو واحد الرقم طويل شيئا ما، غادي نلقاو 3.14285.71 الى اخره. اذا بطبيعه الحال حنا تنكتفيو فقط ب 3.14. في الجدول اللي عندنا بطبيعه الحال عندنا اربعه اقراص. مثلا الى خدينا القرص رقم 1 الشعاع ديالو هو 7، القرص رقم 2 القطر ديالو هو 34، القرص رقم 3 ما عطيناش الشعاع ولا القطر، عطينا المحيط اللي هو 56.52، القرص رقم 4 ما عطينا لا شعاع ولا قطر ولا محيط، ولكن عطينا المساحة اللي هي 870.5. إذا بطبيعة الحال القرص الأول إلا خدينا الشعاع ديالو يعني بين كيفاش نلقاو القطر، يعني تنضربو 7 في 2 تلقاو القطر،
ولا بغينا نلقاو المحيط شنو نعملو؟ تنشدو الشعاع تنضربو في اثنين تلقاو القطر، وهي مناسبة ايضا باش نلقاو القطر اللي عندنا هنا. يعني غنشدو صباغة نضربو في اثنين غتعطينا 14، هادي المسافة ديال القطر. بطبيعة الحال غنملئو هنا ثم غنمشيو للمحيط، اذا بطبيعة الحال غنديرو 14 مضروبة في 3.14، اذا باش نلقاو المحيط. اذا غناخدو 14 غنضربوها في 3.14 غتعطينا 43.96، 43.96 هذا سنتيمتر، لاننا تنحسبو فقط الطول. ولا بغينا نلقاو المساحة شنو تنعملو؟ بطبيعة الحال تنديرو ار في ار في بي، ماشي ار في 2 في بي. اذا ار في 2 في بي تتعطينا المحيط، اما ار في ار في بي فتتعطينا المساحة. اذا بطبيعة الحال غنخدمو بالشعاع هنا، غنديرو 7 في 7 غتعطينا 49، ماشي بحال المحيط ضربنا 7 في 2 عطاتنا فقط 14 وضربنا في بي هي 3.14، لا هنا 7 في 7 غتعطينا 49، عاد غنضربها في 3.14 باش تعطينا المساحة. إذا غنديرو 49 اللي هي ار في ار يعني 7 في 7 وغنضربها في 3.14 باش تعطينا المساحة. إذا في الأخر غنحصلو على 153.86، 153.86 بطبيعة الحال سنتيمتر مربع. غنتقلو القرص الثاني، ما عاطيناش الشعاع ولكن عاطينا القطر. الشعاع شناهو؟ غنديرو 34 نقسمو على 2. إذا كان عندنا الشعاع وبغينا نلقاو القطر تنديرو الشعاع في 2، وإذا كان عندنا القطر وبغينا نلقاو الشعاع تنشدو القطر ونقسمو على 2. إذا 34 نقسمو على 2 غتعطينا 17. ولا بغينا نلقاو المحيط بطبيعة الحال غنشدو 34 غنضربو في 3.14، وبالتالي غنحصلو على 106.76. إذا هذا المحيط ديال الدائرة للشعاع ديالها 17 سنتيمتر، أو للقطر ديالها 34 سنتيمتر. إذا المحيط كما قلنا هو 106.76. دابا إلا بغينا نلقاو المساحة ديال هذا القرص الثاني شنو غنعملو؟ بطبيعة الحال غنحتاجو أغ، غنحتاجو الشعاع، يعني غندير الشعاع في الشعاع في 3.14. الشعاع شحال؟ الشعاع كما قلنا هو 17 سنتيمتر. إذا بطبيعة الحال غنشدو 17 مضروبة في 17 مضروبة في 3.14، 17 في 17 غتعطينا 289، مضروبة في 3.14 غتعطينا 907.46. غنتقل القرص الثالث، بطبيعة الحال ما عاطيناش الشعاع ولا القطر ولكن عاطينا المحيط. إذا بطبيعة الحال أشنو يمكن لنا نلقاو من خلال هذا المحيط؟ إذا بطبيعة الحال واضح بأننا ممكن نلقاو القطر. علاش؟ لأنه باش نلقاو المحيط شنو تنديرو؟ تنديرو القطر في 3.14 اللي عندنا هنا. 3.14 معروفة، يعني أنها تطبق على كل الدوائر وعلى كل الأقراص. إذا بطبيعة الحال عندنا 3.14 معروفة، اللي عندنا ما معروفش هو القطر. إذا عندنا المحيط وعندنا 3.14، شنو اللي بقى عندنا مجهول؟ بطبيعة الحال اللي مجهول هو القطر، هو اللي ممكن أننا نستنتجو من المحيط، لأن المحيط معروف كما قلنا 3.14 في المحيط. شنو اللي ممكن نستنتجو من المحيط؟ بطبيعة الحال هو القطر، لأنه معروف بأن المحيط تساوي القطر في بي في 3.14. إذا بطبيعة الحال بي ديما معلومة عندنا، إذا غيبقى لينا القطر مادام أن المحيط عندنا معروف. إذا شنو غنعملو؟ غنشدو المحيط وغنقسمو على 3.14. غناخد واحد المثال بحال دابا 20، شنو تتساوي؟ تتساوي 5.4، 20 تتساوي 5.4. إذا لاحظنا عندنا 5.4 تتساوي 20، عندنا جوداء، عندنا جوداء بين 5.4، 5.4 تتساوي 20. إلا بغينا نلقاو الربعة شنو غنديرو؟ تنشدو هاد العشرين اللي عندنا في الخارج وتنقسمو على 5. ولا بغينا نلقاو الخمسة تنشدو هاد العشرين تنقسمو على 4 تتعطينا هاد الخمسة. إذا نفس الطريقة غنطبقوها هنا، عندنا 3.14 مضروبة في واحد العدد معرفناش اللي هو القطر، تيعطينا المحيط اللي هو 56.52. إذا باش نلقاو داك العدد اللي ما معروفش عندنا اللي هو القطر، إذا غنشدو 56.52 وغنقسمو على 3.14 وغنحصلو على 18. التمنتاش شناهي؟ هي القطر. بطبيعة الحال الشعاع هو القطر على 2، حيت القطر شناهو؟ هو اللي تيشد من الجنب ديال
دائرة حتى للجنب الآخر مرورا بالمركز، والشعاع هو تيشد من المركز حتى للجنب ديال الدائرة، إذا هو نصف القطر. إذا غنشدو هاد 18 ونقسمو على 2 وتعطينا 9. 9 بطبيعة الحال هو الشعاع ديال هاد الدائرة الثالثة. دابا واش نلقاو المساحة ولا؟ بطبيعة الحال ولا عندنا الشعاع دابا، يمكن نلقاو المساحة. إذا الشعاع اللي عندنا اللي هو 9 غنضربو في 9 وغنضربو في 3.14 باش نلقاو المساحة. علاش؟ لأن المساحة تتساوي إغ في إغ في بي. إذا عندنا إغ هنا هو 9، غنضربو في 9 غيعطينا 81، وغنضربو في 3.14 وغنحصلو المساحة للقدر ديالها 254.34 سنتيمتر مربع. إذا المساحة ديال القرص الثالث هي 254 سنتيمتر مربع فاصلة 34. دابا غنتقلو القرص الأخير هو القرص رقم 4. طبعا الحال ما عطلنا لا شعاع ولا قطر ولا محيط، ولكن عطلنا المساحة. إذا طبعا الحال باش نلقاو المساحة أصلا، باش نلقاو المساحة في الأصل شنو خاصنا نعملو؟ تنديرو R في R في 3.14. إذا R في R هاد الجوج معروفينش، في 3.14 هادي معروفة، تتساوي المساحة. المساحة هي عندنا معروفة هنا اللي هي 870.5. شنو اللي ما معروفش عندنا؟ اللي ما معروفش عندنا هو المحيط، القطر، الشعاع. وشنو من خلال المساحة اللي نقدروا نلقاو؟ واش نقدروا نلقاو المحيط؟ واش ممكن نلقاو المحيط؟ طبعا الحال ميمكنليناش نلقاو المحيط بطريقة مباشرة انطلاقا من هاد المعطيات. واش ممكن نلقاو القطر؟ طبعا الحال حتى هو ميمكنليناش نلقاوه. واش نلقاو الشعاع؟ بطبيعة الحال غنلقاو الشعاع، لأن المساحة عندها علاقة بالشعاع. باش نلقاو المساحة في الأصل شنو تنعملو؟ كما قلنا تنعملو إغ في إغ، إذا ها إغ كاين في المعادلة. إذا إغ في إغ في 3.14. بطبيعة الحال غنديرو نفس الطريقة اللي سبق لينا درنا. مثلا إلا خدينا 20 تتساوي 4 في 5، 20 تتساوي 4 في 5. إلا بغينا نلقاو الخمسة تنديرو 20 مقسومة على 4، ولا بغينا نلقاو الربعة تنديرو 20 مقسومة على 5. دابا في هاد الحالة التانية راه بحالها، اشنو درنا حنا؟ فقط شدينا ديك الربعة مثلا وقسمناها على 2. إذا 20 اشنو تتساوي؟ تتساوي 4 في 5، أو تتساوي 2 في 2 في 5. 2 في 2 شحال؟ هي 4، هي اللي عندنا من قبل. هاد العملية بطبيعة الحال تتشبه العملية اللي ذكرنا قبل قليل، فقط الأرقام اللي تتختلف. اشنو قلنا من قبل؟ قلنا بأن مثلا 20 تتساوي 4 في 5. إذا باش نلقاو الربعة تنشدو 20 نقسمو على 5، بغا يلقاو الخمسة تنشدو 20 نقسمو على 4. دابا شنو الفرق اللي كاين بين هاد العملية والعملية اللي قبل؟ الفرق اللي كاين هو أن غنشدو هاديك الربعة وغنديرو 2 في 2. إذا غتولي عندنا 20 تتساوي 2 في 2 في 5. إذا لا بغينا نلقاو هاد 2 في 2 اللي هي 4، شنو غنديرو؟ غنشدو 20 نقسمو على 5 وغنلقاو 2 في 2. إذا إلا خدنا 20 مقسوم على 5 غتعطينا 4، أو 20 مقسوم على 5 غتعطينا 2 في 2. إذا هاد 2 في 2 هي 4. إذا نفس الطريقة، شوف هنا شنو غنعملو؟ عندنا إس اللي هي المساحة ديال القرص الرابع، شنو تتساوي؟ إس بطبيعة الحال هي 870.5. إذا المساحة بطبيعة الحال ديال القرص كيف ما يكون هي إس تتساوي إر في إر في بي. دابا عندنا اس هنا معروفة، إذا غنحطو الرقم ديالها. هاد اس ما غنخليوهاش مجهولة، غنحطو لها 870.5. اشنو تتساوي؟ إذا هاد 870.5 بحال الرقم اللي عطينا قبل قليل اللي هو 20، اش يساوي هاد 870.5؟ تتساوي ار في ار بحال اللي ذكرنا قبل قليل، 2 في 2 في بي، بحال نضربها في 5. إذا بطبيعة الحال بغينا نلقاو ار في ار شنو غنعملو؟ إلا بغينا نلقاو 2 في 2 شنو تنعملو؟ تنشدو 20 مقسومة على 5، غنلقاو سوا 4 سوا، نسميوها بطريقة أخرى غنسميوها 2 في 2، غير السميل تتغير. إذا نفس الطريقة غنعملو هنا، عندنا 870.5 تتساوي R في R في بي. طبعا تحل بي معروف هو 3.14. إذا شنو غنعملو باش نلقاو هاد R في R؟ من جهة عندنا 870.5 معروفة، وعندنا من جهة عندنا 3.14 اللي مضروبة في R في R معروفة. إذا بطبيعة الحال باش تلقاو R في R بحال
بحال اللي درنا قبل قليل باش نلقاو 2 في 2 تنشدو 20 نقسمو على 5 حتى هنا غنشدو 78.5 وغنقسمو على 3.14 شنو غنلقاو؟ غنلقاو ار فار الى شدينا 78.5 وقسمناها على 3.14 طبعا الحال غنلقاو 25. هاد 25 شنو هي؟ ماشي ار، غنلقاو ار فار حيت المساحة شنو تتساوي؟ تتساوي ار فار في 3.14. عندنا بطبيعة الحال المساحة هي 78.5، علاش قسمناها؟ قسمناها على 3.14، ماشي غنلقاو ار، غنلقاو ار فار. شدينا 78.5 كما قلنا وقسمناها على 3.14 عطاتنا 25. إذا هاد 25 هي ديال ديك ار فار. إذا شنو المقصود بهذا الكلام؟ المقصود به خاصنا نقلبو على العدد اللي تنضربوه في نفسه باش يعطينا 25. ار في ار تتساوي 25، شنو المقصود بها؟ عدد في نفسه تعطينا 25. إذا شنو هو ار؟ واش هو مثلا 2؟ 2 في 2 تتعطينا 4. واش هو 4؟ 4 في 4 تتعطينا 16. واش هو 5؟ 5 في 5 25. إذا هو العدد 5. العدد اللي تنضربوه في نفسه باش يعطينا 25 هو 5. إذا شنو المقصود هنا؟ المقصود بأن الشعاع ديال هذا القرص رقم 4 هو 5. غنسجلوا 5 بلاصة الشعاع 5 سنتيمتر، إذا هذا ديال القرص رقم 4، ثم أنه سهل عندنا الأمر الآن باش نلقاو القطر شنو غنعملوا؟ غنشدوا 5 ونضربوا في 2 غتعطينا 10. دابا بقى لنا المحيط، المحيط شنو غنعملوا؟ يعني المحيط معروف، تنشدوا القطر تنضربوا في بي. القطر شحال؟ القطر عندنا هنا ولا هو 10. ماشي الشعاع، ماشي ار، الشعاع تلقاو به المساحة ار في ار، 5 في 5 غتعطينا 25 اللي كانت عندنا، غنضربها في 3.14 غتعطينا 78.5. دابا هنا باش نلقاو المحيط خاصنا نشدو القطر نضربو في بي. إذا 3.14 مضروبة في 10 غتعطينا 31.4. إذا هذا طول ديال المحيط ديال القرص رقم 4. إذا كما قلنا الآن الشعاع لقيناه هو 5، القطر هو 10.